إذا للوقوف عند استمرار صراع شركاء العملية السياسية على السلطة رغم مرور 6 أشهر على نتائج الانتخابات، ينضم إلينا عبر الهاتف من مالمو عضو التحالف الوطني المعارض لبيد الصميدعي. أستاذ لبيد، مرحبا بكم. يعني الصراع مستمر على المناصب بعد مرور نحو 6 أشهر من إعلان النتائج، ولكن أستاذ لبيد، هل كانت تتوقع الأحزاب وإيران هذا الضياع الحاصل واستمرار الصراع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة عليكم الله. السلام ورحمة الله. بالتأكيد نتائج الانتخابات رغم كون هذه الانتخابات كانت مهلهلة وكانت المقاطعة جدا نسبة المقاطعة شديدة بحيث تجاوزت أو كانت نحو 80% نسبة المقاطعين للانتخابات. نعم. لكن أيضا النتيجة مع كل ذلك كانت مفاجئة بالنسبة للأحزاب التي ترتبط ذيليا بإيران والتي تهيمن عليها الإرادة الإيرانية. لماذا؟ لأن إيران أو أحزابها كانت تعتقد أو تعتمد على تعميق الملف الطائفي وتسخين الطائفية. نعم. وتعتقد بأن هذه الورقة بالحقيقة كانت ستحمل نفس المفاعيل التي حملتها في الانتخابات السابقة. نعم. الأمر تغير كثيرا لازيمة بفضل انتفاضة تشرين مجيدة، فإيران تعرت أمام الشارع العراقي وشاهدنا بالصوت والصورة كيف تم إهانة الرموز الإيرانية وحرق قنصليات ومراكز تابعة لإيران. لذلك لا نستغرب نحن أن تكون النتائج ليست في صالح الأحزاب التي تمثل أو تتبع إيران، لكن إيران تبقى وهي وأحزابها تشعر بهذا المجد الزائف، ولذلك أصرت وافترشت الأرض على مدى شهرين في المنطقة الخضراء احتجاجا على النتائج الانتخابية. أنا أعتقد أن هذه الأحزاب تجاوزها الزمن وهي تحاول عبثا التمسك بالسلطة، لأن خسارة المراكز المهمة في السلطة يؤدي إلى خسارتها ماليا وخسارتها وخسارة نفوذها في المفاصل المختلفة للدولة. طيب أستاذ لبيد، يعني مشهد الصراع في كل انتخابات رغم حضور المحاصصة في المشهد العراقي منذ عام 2003 وحتى اليوم، لماذا هذا التكرار في الصراع رغم أن المحاصصة موجودة والطائفية في الاختيار موجودة؟ ما السبب في ذلك؟ هو هذا الصراع الذي نشهده الآن يبدو جليا أمامنا، هو بالحقيقة هو صراع نفوذ، يعني هو صراع نفوذ على المراكز المهمة في الحكومة، لأن هذه المراكز هي التي تؤمن للأحزاب الميليشياوية والأحزاب العملية السياسية بمجموعها كلها بدون استثناء، هي التي تؤمن لها الموارد المالية الكفيلة في إدامة وجودها. نحن نعرف جميعا بأن مؤسسات الدولة أصبحت فاسدة بسبب كون أن هذه الأحزاب تتقاسمها، كون هذه المؤسسات تتقاسمها الأحزاب بموجب المحاصصة السياسية. لذلك فالمحاصصة السياسية التي هي البوابة التي يدخل منها الفساد، هذه المحاصصة الكل حريصون على استمرارها وعلى بقائها، بما فيها الأحزاب التي تدعي بأنها ستقوم بإصلاح وتدعي بأن الحكومة المقبلة ستكون مختلفة ليست توافقية. المحاصصة هي القاسم المشترك بين أحزاب العملية السياسية. لذلك فالصراع ربما يتعلق بأمور كثيرة باستثناء المسألة الأساسية المهمة العمود الفقري للعملية السياسية وهي المحاصصة. لذلك لا نعتبر أن الصراع الحالي بين القوى السياسية هو صراع جدي، هذا الصراع أستاذ لبيد، هذا الصراع يؤشر غياب مشروع وطني بعكس ما تتحدث عنه الأحزاب التي ملأت الدنيا بالأحاديث عن السيادة والوطنية. المشروع الوطني إذا أعطينا الكلمة معناها الحقيقي، المشروع الوطني غائب منذ الاحتلال.
لأن الحديث عن المشروع الوطني لا معنى له عندما نتكلم عن قوى سياسية جاءت مع الدبابة الأمريكية وكانت تعمل لحساب المخابرات الأجنبية، لا سيما المخابرات البريطانية والمخابرات الأمريكية. هذه القوى بالحقيقة هي قوى تعتبر في الخندق المعادي لكل الثوابت الوطنية، وهي القوى التي عملت منذ عشرات السنين، منذ أكثر من نصف قرن مضى، هي بالحقيقة عملت في الخندق المعادي للشعب العراقي، وقفت إلى جانب في حرب طويلة، وقفت في الخندق الآخر في الخندق المعادي، وفي كل الحروب التي، وحتى في الحصار، في معركة الحصار التي استمرت على مدى 13 عام. نعم. كانت هي بالحقيقة بالضد من الشعب العراقي والوطن العراقي. فأين المشروع الوطني؟ هذه القوى لا يمكن أن نأمل منها أن تقوم ببناء مشروع وطني عراقي، بما في ذلك كل القوى. أنا لا أستثني واحد من القوى العملية السياسية. نعم. حاليا، لأن هذه القوى تشترك بالحقيقة في إثارة أو إثارة الطائفية وإثارة كل الأمراض السرطانية التي سرطنت المجتمع أو المجتمع العراقي. نعم. أو الوحدة الوطنية العراقية. هذه تعمل ضد من الوحدة الوطنية العراقية، فلا معنى. هناك بالحقيقة بون شاسع بينها وبين طيب إمكانية أن تقوم بمشروع. أستاذ لبيد، يعني هناك مؤشرات واضحة لخيبة أمل تسود المواطنين من العملية السياسية وشركائها، ولكن هل نتوقع موجة جديدة من ثورة تشرين في ظل هذا الصراع؟ إذا ما أخذنا طبعا بنظر الاعتبار أن المشاركين في الانتخابات الأخيرة التي أجريت في أكتوبر الماضي هي يعني ما بين 6 إلى 12% من الذين شاركوا في هذه الانتخابات. نعم، الحقيقة عندما نتحدث عن انتفاضة تشرين، هناك كانت أسباب وإرهاصات أدت إلى نشوب ثورة انتفاضة تشرين. نعم. هذه الأسباب ما زالت باقية، بل ازدادت هذه الأسباب، ازدادت كم عددا وتعمقت أكثر. فالأزمات التي كانت أدت إلى انتفاضة تشرين ما زالت باقية وازدادت سوءا. الجوع ما زال مستمرا، البطالة تزداد يوميا تزداد، والمواطن يرى خصوصا في بعد الحرب، حرب روسيا وأوكرانيا، وزيادة موارد العراق من وارداته النفطية بسبب صعود سعر البرميل، ومقابل ذلك يزداد المواطن فقرا وتزداد سوءا قدرته الشرائية. الأسباب متعددة. وإذا عدنا إلى انتفاضة تشرين، لماذا انتفاضة تشرين مرت في حالة ركود؟ الأسباب واضحة. الأسباب، السبب الرئيسي كان هو وباء كورونا بالحقيقة، هو الذي حال دون أن تستمر انتفاضة تشرين، علاوة على الإصلاحات الترقيعية التي نجح إلى حد ما. نعم. المال او الكاظمي في امتصاص نقمة الناس بها، وهي هذه الاصلاحات التي طرأت على العملية الانتخابية والقانون الانتخابي. لكن الحقيقة الانتفاضة تشرين جذوتها ما زالت موجودة. نعم. ونتوقع ان تعود من جديد بأشد وأكثر. شكرا. نعم استاذ لبيد، كانت عليه في السابق. من مالمو عضو التحالف الوطني المعارض لبيد الصميدعي، شكرا جزيلا لكم.